أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز عناوينها. غدا أول أيام الصيام ببلادنا التي تتمتع بتجربة رائدة وبمصداقية عالية في مراقبة هلال الشهر الهجري، وكأحد أفضل الدول في العالم العربي والإسلامي في رصد الأهلة. قبيل حلول شهر رمضان، لجان مختصة تراقب وتتأكد من وفرة وجودة المواد الغذائية بالأسواق ومدى مطابقتها للأسعار القانونية وضمن في أسواق مدينة تنغير. بإقليم مولى يعقوب، يوم إخباري لتقديم الأصناف النباتية الجديدة وعرض التكنولوجيات الفلاحية المبتكرة من أجل النهوض بزراعة الحبوب والبقوليات الغذائية والبذور الزيتية. أهلا بكم من جديد. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لانطلاق النسخة 22 من عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1442 لفائدة 3 ملايين شخص، أي 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459,504 أسر من الوسط القروي، حسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم. وذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في بلاغ لها أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، مشيرة إلى أنه هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل. وأضاف البلاغ أنه على نفس نهج السنوات الماضية منذ سنة 1999، وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامني الوطني باعتباره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة، والتفاصيل في نشراتنا القادمة. غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك ببلادنا، ومع حلول شهر رمضان المبارك من كل سنة يتجدد الحديث عن أهمية الدقة في رصد الأشهر الهجرية، لا سيما تحديد غرة شهر الصيام، كما تتجدد الإشادة بما تتمتع به المملكة من مصداقية عالية في رصد الأهلة كإحدى أفضل الدول في العالم العربي والإسلامي في هذا المجال، حيث لم يسبق أن أخطأ طيلة 30 سنة الماضية في الرصد. رضا عماو، عبد الفتاح الزوين، وعدنان الهرس. لم تثبت رؤية الهلال. فاتح رمضان بالمملكة يوم الأربعاء، الإعلان عن بداية الشهر الفضيل تسبقه تدابير عديدة، وأحد المتدخلين في العملية مركز مراقبة الهلال بالرباط التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. عدم تثبت علينا وعليك سيدي، شكرا جزيلا السادة المناديب الإقليميين والمناديب الجهويين بخصوص مراقبة الهلال. على حسب كاين اللي كيقول لنا المراقبة الثبوت أو عدم الثبوت. دابا تلقينا اتصال من المندوبية ديال الفاس كيخبرنا أنه عدم النتيجة ديال المراقبة عدم الثبوت، الجو صحو والاسم ديال السيد المندوب. نتحول صوب الدار البيضاء، اجتماع مماثل بمركز المراقبة. 40 دقيقة مرت على أذان المغرب، نعود إلى مركز المراقبة بالرباط بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمكالمات ترد تباعا من المندوبيات الجهوية. تمت عملية المراقبة هلال شهر رمضان لعام 1442 بمركز مسجد الحسن الثاني التابع للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لعمات مقاطعة الدار البيضاء أنفا، من طرف لجنة السادة أعضاء اللجنة المنتدبة لعملية المراقبة المكونة من المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية وعدلين وثلاث قيمين دينيين. مراقبة الهلال لا تقتصر على مركز المراقبة وحسب، لكنها تشمل أيضا القوات المسلحة الملكية، عملية شديدة الدقة وتشارك فيها أكثر من 270 نقطة مراقبة ممتدة على كامل التراب الوطني، وهو ما أكسب المغرب ريادة مشهود بها على مستوى
العالم الإسلامي ككل. ولمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد خالد بوطيب رئيس قسم الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا بك سيد بوطيب. إذن كيف تتم عملية تنسيق المراقبة على الصعيد المركزي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للتنسيق في عملية مراقبة، يقوم القسم بإعداد بطائق تقنية تتضمن العديد من المعطيات الفلكية التي يتم استعمالها في عملية الرصد، ومن أهمها وقت غروب الشمس وكذا الموك اللي هو بطبيعة الحال المدة الزمنية ما بين غروب الشمس وغروب الهلال، ويتم إبلاغها إلى السادة المندوبين الإقليميين. ثم تقوم الوزارة بإصدار بلاغ تخبر فيه السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بيوم الرصد، وتطلب منهم رصد الهلال وموافاتها بالنتيجة، إضافة إلى كتاب يتم توجيهه إلى وحدات القوات المسلحة الملكية المتاخمة بالأقاليم الجنوبية، تخبر فيه أيضا بيوم الرصد وتطلب منهم موافاتها بنتيجة الرصد. طيب، ما هي الإمكانيات المرصودة لعملية المراقبة على الصعيد الجهوي؟ بالنسبة للإمكانيات، الإمكانيات المرصودة ترتكز على مرتكزين اثنين. أول شيء هي مراكز المراقبة، ثم هناك الموارد البشرية التي تشارك في عملية المراقبة. بالنسبة للمراكز المراقبة، فهي كيتم اختيارها وفق معايير علمية دقيقة، أهمها الارتفاع، ثم وجودها بالأفق الغربي، إضافة إلى ابتعادها من الأجواء الملوثة وكذلك الإضاءات التي يعني تؤثر سلبا على عملية الرصد. أما بالنسبة للموارد البشرية، فيتم يعني لجان المراقبة تتكون من 4 عناصر، يتم اختيارهم من بين القيمين الدينيين الذين لهم باع طويل في مجال الرصد، ويخضعون إلى تكوينات مستمرة في هذا المجال. ثم هناك العدلان اللذان يتم انتدابهما من طرف قاضي التوثيق، واللذان تسندان إليهما مسألة تحرير رسم عدلي بنتيجة المراقبة، إضافة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية اللي كتشارك في هذه العملية هذه، واللي كتخضع بدورها للدورات التدريبية على غرار القيمين الدينيين. نعم سي بوطيب، سؤال أخير، كيف تتم عملية المراقبة خلال يوم مراقبة الهلال؟ بالنسبة لعملية المراقبة، فبالنسبة محليا أي على صعيد مراكز المراقبة، كتقوم لجنة المراقبة الحضور إلى أي مكان قبل غروب الشمس من أجل تحديد نقطة غروب الشمس، واللي كتعتبر معلم لتحديد المجال لمراقبة الهلال أي يمين أو شمال غروب الشمس، وكتبقى تبدأ عملية مباشرة بعد غروب الشمس. وبطبيعة الحال المراقبة كتكون بالعين المجردة، وكتنتهي العملية بالنسبة لحالة الثبوت برصد الهلال، وفي حالة عدم الثبوت إلى غاية انتهاء الموكت. وبعد انتهاء من عملية وقد قوم المندوبية الشؤون الإسلامية بتحرير محضر بالنسبة لنتيجة المراكز التابعة لها، يتم توقيعه من طرف أعضاء اللجنة، وكذا العدلان اللذان يقومون كما سبق لي شرط بتحرير رسم عدلي بنتيجة المراقبة، وترسل هذه الوثائق إلى الإدارة المركزية. بالنسبة للجنة المركزية، فقد تقوم بتجميع كتحضر لمقر الوزارة بنصف ساعة قبل غروب الشمس في المناطق الشرقية، بحكم أن المناطق الشرقية هي الأولى اللي كتغرب فيها الشمس. وكيتم بطبيعة الحال اللجنة المركزية كتقوم بالتوصل بمختلف المكالمات من طرف المندوبيات الشؤون الإسلامية، إضافة إلى الاتصالات اللي كنتوصلوا بها من وحدات القوات المسلحة الملكية بنتيجة المراقبة. وفي الأخير كيتم تحرير بلاغ بنتيجة المراقبة، وتيتم كيتم يعني التوزيع ديالو عبر مختلف وسائل الإعلام
الوطنية السمعية منها والبصرية وكذا المكتوبة، وتيتم النشر ديالو في 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 موقع الوزارة، وكيتم إرسال نتائج المراقبة أيضا إلى بعض المراكز الإسلامية المتواجدة في إنجلترا. السيد خالد بوطيب رئيس قسم الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وارتباطا بالشهر الفضيل، فإن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستعتمد توقيتا مسترسلا للعمل من 9 صباحا إلى 3 بعد الزوال من 2 إلى الجمعة. وبخصوص مواعيد النشرات الإخبارية ستصبح على الشكل التالي: الأخبار بالفرنسية وبالإسبانية في الساعة 11 صباحا يومي الاثنين والثلاثاء، وفي الساعة 1 زوالا من 4 إلى 1، الأخبار بالعربية وبالأمازيغية في الساعة 4 عصرا، الأخبار الرئيسية في الساعة 9:15 مساء، والأخبار الأخيرة حوالي منتصف الليل و30 دقيقة. ننتقل إلى تنغير في جولة عبر المحلات التجارية وعملية مراقبة اللجان المختصة لمختلف المواد المتوفرة في الأسواق والتأكد من جودتها ومطابقتها للأثمنة القانونية. عبد الرحيم بن شيخي وعثمان تازي. وفرة في كل المنتجات والعرض يسمح بل يغري بالاختيار، ويعمل أصحاب المحلات على تنويع المواد طلبا لإقبال أكبر من الزبائن رغم ظروف الجائحة. المواد الغذائية الحمد لله كل شيء دابا كاين، كل شيء السلع متوفرة الحمد لله. وبالنسبة للأثمنة راه هما هذوك، راه ما كاينش لا زيادة لا والو. وبالنسبة للإقبال في رمضان الحمد لله راه كاين الناس، راه عطى الله سميتو، راه كما شفتوا الحمد لله راه كاين الإقبال. احنا خدامين رغم التحديات ديال هاد كورونا، احنا مبلغين المجهود باش نوصلوا جميع المسائل وجميع المواد الغذائية للمدينة. للزبائن دور محوري في عملية التبضع، والجودة شرط أساسي علاوة على الأثمنة المناسبة. احنا جينا اليوم باش نتقداو المؤونة ديال رمضان، وعلى ما كنشوف راه كلشي موجود الحمد لله في السوق، والثمن مزيان، والله يحفظنا من هذا الوباء. وتسهر الجهات المختصة على مراقبة مواصفات المواد المعروضة، خصوصا في هذه الفترة التي تفتح على شهر رمضان المبارك. تم تسطير واحد البرنامج ديال اللجنة الإقليمية واللجان المحلية لمراقبة الأسواق والأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم إلى أهمية مهمة أو قصوى للمناطق الجبلية للحرص على توفير المواد الغذائية الأساسية وغاز البطن. هي إجراءات تتخذ كل سنة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا الحرص على سلامة المواد ومطابقتها للشروط الصحية المتعارف عليها. أعلنت وزارة الصحة أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى للتلقيح بلغ أمس 4,486,628 شخصا، ينضاف إليهم 4,148,610 استفادوا من الجرعة الثانية. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و271 حالة شفاء، و9 حالات وفاة. فيروس كورونا عبر العالم يواصل انتشاره السريع في العديد من الدول، ومنظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم بأسرها إلى تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأسواق الغذائية لارتباطها بظهور فيروسات جديدة مضرة بصحة الإنسان. خالد الأحمدي. في بيان مشترك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنظمة العالمية للصحة تشدد على منع بيع الثدييات الحية في الأسواق الغذائية، معتبرة أنها مصدر أكثر من 70% من كل الأمراض المعدية الناشئة لدى الإنسان، والكثير منها ناجمة عن فيروسات جديدة.
وانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان من الحيوان هي أكثر الفرضيات التي رجحها خبراء كلفتهم الأمم المتحدة بالتحقيق في منشأ الفيروس. هذا البيان يأتي في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد انتشاره عبر العالم، ما أجبر العديد من الدول على تشديد القيود. فبالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، يتم التعويل حالياً على اللقاحات المضادة للفيروس. الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس ينتقد التوزيع غير العادل للقاحات، معلناً أن 75% من اللقاحات التي وزعت تتركز في 10 دول فقط في العالم، في حين لم تشرع بعد العديد من البلدان في تحصين العاملين الصحيين لديها والمواطنين الأكثر عرضة للخطأ. الأمين العام الأممي يعرب أيضاً عن أسفه لفشل عملية مكافحة الجائحة على مستوى العمل المتعدد الأطراف، سواء تعلق الأمر بالتطعيم أو بالمساعدات. واستناداً إلى نفس المصدر، فإن الجائحة أودت بحياة 3 ملايين شخص منذ دجنبر 2019، وتسببت لحد الآن في أسوأ ركود لم يشهد له مثيل منذ 90 عاماً. نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنفرة لقاء جهويا حول موضوع فعلية الحق في الصحة، حيث دعا المتدخلون إلى تعزيز الحق في الصحة وإرساء نظام صحي قائم على المساواة في ولوج جميع المواطنين للعلاجات الصحية. عماد أمسمير وعمر جليدي. الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الصحية الوطنية كانت محط إشادة في هذا اللقاء، لقاء كان فرصة لمختلف المتدخلين في قطاع الصحة جهويا للإدلاء بدلوهم في موضوع فعلية الحق في الصحة. هذا واحد الورش كبير جدا للمغرب، بدأ فيه من قبل كوفيد، واللي جات كوفيد بينات الأهمية ديال قطاع الصحة كقطاع استراتيجي، كقطاع اللي بحال بحال استثمار. وبالتالي اليوم بعد كوفيد كيخص المنظومة الصحية ديالنا ما تكونش هي ما قبل كوفيد. كان لقاء جد مثمر، وكان عدد من التدخلات وعدد من الاقتراحات اللي يمكن اللي غنات النقاش واللي يمكن ترفع كمذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. المشاركون دعوا إلى الانخراط الجماعي كل من موقعه، من جهة إلى تعزيز الولوج إلى العلاج والتطبيب، ومن جهة ثانية إلى الوقوف على المكتسبات المحققة على مستوى القطاع قصد ترصيدها. تم تنظيم ورشة اليوم لتدارس كيفية وصول المواطنين والمواطنات لحقوقهم في مجال الصحة، وكذلك إمكانية حصولهم على المعلومة الصحية في الوقت المناسب، وعلى ولوجهم لسبل الانتصاف والتقاضي في حالة وقوع انتهاكات تمس حقوقهم المتعلقة بالصحة. يشار إلى أن هذا اللقاء المنظم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة يرم أساسا إشراك مختلف الفاعلين المتدخلين في قطاع الصحة من أجل التفكير في السبل الكفيلة لتعزيز وتقوية النظام الصحي الوطني. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي نزول زخات مطرية رعدية قوية تتراوح ما بين 30 و40 ملم ابتداء من الساعة 1 زوالا من يوم غد الأربعاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من يوم الخميس بكل من أزلة، البني ملال، إفران، خنفرة وميدلت. كما ستهب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة يومي الأربعاء والخميس بكل من أسازاغ، الرشيدية، تنغير، زاغورة، طاطا، فيجيج، ميدلت وورززت. بالضيعة التجريبية للدويات بإقليم مولاي يعقوب، نظم المعهد الوطني للبحث الزراعي يوما إخباريا لتقديم الأصناف النباتية الجديدة وعرض التكنولوجيات الفلاحية المبتكرة من أجل النهوض بزراعة الحبوب والبقوليات الغذائية والبذور الزيتية. خديجة زروال ومصطفى الزاهري.
70% من الفلاحين يستخدمون أصنافا قديمة من النباتات. مردودية هذه الأصناف تبقى متواضعة. المعهد الوطني للبحث الزراعي ومن خلال يوم دراسي لفائدة مهن القطاع الفلاحي وأطر التنمية والاستشارة الفلاحية يقدم أصنافا جديدة للحبوب والقطن والنباتات الزيتية لتعزيز استخدامها من قبل الفلاحين. هنا بالضيعة التجريبية للضويات بإقليم مولاي يعقوب يتم التعريف بهذه الأصناف الجديدة في أفق تعميمها على مناطق متعددة بالمغرب. هذه الأصناف كتعطي واحد المردودية 50% أحسن من الأصناف القديمة، وحنا متيقنين باللي الى الفلاحة بداو يستعملوا هذه الأصناف هذه يحسنوا المردودية ديالهم وحتى المدخول ديالهم. بالنسبة للنباتات الزيتية يتم تقديم أرضية ابتكار مكونة من أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية من الحبوب ومن الزيت الجيدة والخالية من الحمض الأيروسيك. كتميز على الأصناف القديمة من حيث مقاومتها للجفاف وارتفاع درجة الحرارة، ولهذا كنعولوا عليها كثير ان شاء الله باش تخرج عند باش تسجل بعدا وثم تخرج عند الفلاحه باش يستعملوها لتطوير هذا لتطوير انتاج. بمقاومتها للامراض وتحملها للجفاف، الاصناف النباتيه المبتكره من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي ستساعد الفلاح على تحسين مردوديه الانتاج والرفع من جودته. وينضم إلينا اللحظة من فاس الدكتور محا فراحي المنسق الوطني لبرنامج التحسين الوراثي للحبوب. سيد فراحي، بعد التحية، ما هي توصيات الفاعلين والمهنيين التي انبثقت عن هذا اليوم الدراسي؟ أولا شكرا على الاستضافة الأخت الفضيلة، وتنشكر الأولى على تغطية هذا الحدث اللي تنظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي. هذا اليوم الدراسي اللي تنظم في ضيعة التجارب الضويات كان يعني واحد الحضور مميز ديال الفاعلين والمتدخلين في القطاع، كذلك حضور السلطات، كان عامل صاحب الجلالة على إقليم مولاي يعقوب الذي حضر اللقاء، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، المدير الجهوي للفلاحة فاس مكناس، والمتدخلين الاستشارة الفلاحية والتنمية الفلاحية والمكثرين البذور. وبعض التوصيات، باش نرجع للسؤال ديالكم، التوصيات التي انبثقت من هذا اللقاء كانت اولا هو تواصل اكثر، لانه قدمنا واحد الاصناف واحد المصة ابتكار فيما يخص الحبوب والبقوليات والنباتات الزيتيه. والتوصيه الاولى اللي خرجوا بها يعني المتدخلين في القطاع هي التواصل اكثر من اجل تعريف هذه الاصناف. ثانيا سريع باعتماد هذه الأصناف، لأن كنعرفوا هي الأصناف تبتكرات، ولكن كيخص تسريع باعتماد هذه الأصناف من طرف الفلاحين من أجل أولا الرفع من المردودية، وثانيا من أجل يعني الرفع الدخل ديال الفلاحين. والتوصية يعني الأخيرة هو تكثير البذور، لأن الأصناف كما كتعرفوا كيطورها المعهد الوطني للبحث الزراعي، كتسجل في السجل الرسمي، تيكون واحد التقييم ديالها لمدة سنتين، من بعد كتسجل في السجل الرسمي، ولكن كيخصنا واحد البرنامج ديال تكثير البذور، لأن ضروري هذوك الأصناف باش نلقاوها عند الفلاحة خاصها تكثر، لأنه حنا تنخلقوا الصنف ولكن ما تيكونش ديك الكمية الكافية من البذور. وهذه التوصية الثالثة هي مهمة جدا، والمعهد الوطني للبحث الزراعي هذه السنة بدأ واحد البرنامج طموح من أجل إكثار البذور ما قبل الأساس، لأن كنفوتوا هذه الأصناف للشركات، كاين الشركة الوطنية لتسويق البذور ولكن كاين شركات خاصة، خصنا نكثروا البذور ما قبل طيب الأساس. طيب سي فراحي، ما هو الهدف المهم من تقديم الأصناف الجديدة للحبوب والقطن والنباتات الزيتية؟ كما جاء في الروبورتاج ديالكم، هو حاليا لان قام المعهد بواحد الدراسه تقريبا 70% ديال الاصناف المتداوله حاليا على الصعيد الوطني هي اصناف قديمه عندها 25 سنه وما فوق فيما يخص الحبوب القطاني والنباتات الزيتيه. وحنا الهدف هو نعرفوا بعض الاصناف الجديده، لان كاين واحد اصناف اللي هي مردوديه عاليه، على الاقل الا كنهضروا على الحبوب مثلا 60 قنطار في الهكتار، كنهضروا على الفول يعني القطاني 40 قنطار في الهكتار، النباتات الزيتيه السلجم
اكثر من 25 قنطار في الكتار، هادو اصناف جديده طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي عندها مردوديه عاليه، والهدف الاول هو نعرفوا بهاد الاصناف الجديده اللي عندها مردوديه عاليه كتقاوم الامراض وكذلك تتحمل الجفاف. لان كتعرفوا المغرب عندنا سنتين مرينا بواحد سنتين ديال الجفاف، هاد السنه الحمد لله كانت الامطار جيده، كاين واحد انتظام في التساقطات المطريه كاين السنه. طيب يعني سي فرحي، السؤال الاخير لو سمحت، ما هي علاقه عمل البحث الزراعي مع الاستراتيجيه الجديده للجبل الاخضر؟ فعلا حنا كنشتغلوا في اطار الاستراتيجيه الجديده ديال وزاره الفلاحه اللي هي الجيل الاخضر 2020-2030، هذه واحد استراتيجيه طموحه، ومن بين الاهداف اللي تعطات للبحث الزراعي فيما يخص هذه الاستراتيجيه هي تطوير اصناف جديده، هذا هو الهدف الاول، خصنا على الاقل 30 حتى 50 صنف جديد ما بين 2020-2030. وثانيا الهدف اللي كنشتغلوا عليه في اطار هذه الاستراتيجيه هو الرفع من المردوديه، كما قلنا لانه المردوديه اللي تنهضر على الحبوب اللي هو اختصاص ديالي، المردوديه حاليا على الصعيد الوطني المعدل ما كنفوتوش 20 قنطار في الكتار، وهذه الاصناف الجديده كتسمح لنا باش نوصلوا على الاقل 50-60 قنطار في الكتار، وهذا الهدف اللي تعطى الفكره واضحه. الدكتور محافظ فرحي المنسق الوطني لبرنامج التحسين الوراثي للحبوب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بورززات ومن أجل دعم نساء العالم القروي وتثمين منتجات تربية الماعز وبمبادرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تأسيس عدة تعاونيات فلاحية لإنتاج الجبن، تعاونيات ساهمت في تحسين دخل النساء القرويات ووضعهن الاجتماعي والاقتصادي. قيس محسن وسامر بركة. نحن هنا بجمعية كروزة لتربية الماعز وصناعة الجبن، أنشئت بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هدفها إدماج نساء العالم القروي بإقليم ورززات، وغايتها تمكينهن من مشاريع مدرة للدخل. هنا يجمع الحليب ليثمن ويصنع أجبان مختلفة جاهزة للتسويق عبر ربوع المملكة. كل مستفيدة اللي استفدت جوج ديال رؤوس المعيز كتستفد منهم هما حامل، من بعد بدورها كتاخذ هذوك الولادات يكونوا أنثى وكتعطيهم لواحد المستفيدة أخرى، وهذيك المستفيدة الأخرى كذلك كتطور المشروع ديالها، كتبدا بداية ديال مشروع جديد بهاد الطريقة ديال التضامن. سلسلة إنتاجية تضامنية بطلاتها نساء خضن غمار تربية قطعان من الماعز، يجهزون الكلاء ويسهرون على توفير ظروف ملائمة تضمن إنتاجا وفيرا، بدورهن ينخرطن لضمان استرسال عملية الإنتاج هاته. وصلت ل 30 راس ولا كاع أكثر، حيت كنبيع منهم كناكل منهم عايشة بهم الحمد لله، وهزيت راسي هزيت والديا وهزيت ولادي وكنحلبهم، بعض المرات كيمشيو حتى 15-20 لتر بالنهار. هي مبادرة تضامنية هدفها ضمان مصدر عيش كريم لنساء المنطقة، وتفتح آفاقا مستقبلية لتوسيع نطاق عملهن وزيادة عدد المنخرطات ضمن هذه المبادرة. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. غدا أول أيام الصيام ببلادنا التي تتمتع بتجربة رائدة وبمصداقية عالية في مراقبة هلال الشهر الهجري، وكأحدى أفضل الدول في العالم العربي والإسلامي في رصد الأهلة. قبيل حلول شهر رمضان، لجان مختصة تراقب وتتأكد من وفرة وجودة المواد الغذائية بالأسواق ومدى مطابقتها للأسعار القانونية. وضمن النشرة قمنا بجولة في أسواق مدينة تنغير. بإقليم مولايعقوب يوم إخباري لتقديم الأصناف النباتية الجديدة وعرض التكنولوجيات الفلاحية المبتكرة من أجل النهوض بزراعات الحبوب والبقوليات الغذائية والبذور الزيتية. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله.